وفي تطورات الملف الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية رغم التنديد الواسع بالغارة الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال على خيام النازحين وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 300 فلسطيني. إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة خروج جميع مستشفيات رفح الفلسطينية عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة الذي يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم خدمته للمرضى.